الصعوبه ديال الماتش المقابله ماشي سهله، كل صعبه خصنا نديروا الحذر في هذه المقابله، ماشي نقولوا حنا ربحنا مع لي روتور ونقولوا بان راه صافي حسبنا الاوراق ديالنا، فهما راه جايين هما جايين باش يعني يضاربوا باش يديروا كاليفيكاسيون، ولكن حنا بالمجهوده ديال الدراري والشبان ويعني خدوا تجربه في التدورات، فان شاء الله خصنا نتمنوا ان يدخلوا مركزين ما يدخلوش مسرعين في المقابله، وحاولوا لي زوكازيون اللي غيجيو نستافدوا منهم نربحوهم. المقابله خصنا نحاولوا نخرجوها في 20 مينوت الاولى باش نعرفوا كيفاش نجيروا المقابله ديالنا، ما خصناش نعطيهم الثقه، الا عطيناهم الثقه غنولوا معاهم في المشكل ونكونوا حاضرين في سيتو لي بال اريتي ولي كورنيل. فتنظر بان اذا لعبوا مقابله ضد خدا المقابله مع طنجه ومع المقابله ديال جديده يعني كانوا في مستوى، فالرجاء لا خوف عليهم، فيعني الطريقه اللي تلعبوا بها الرجاء فتضمن لهم بانهم يتاهلوا ان شاء الله، ويكون ان شاء الله التاهل يعني بجداره واستحقاق ان شاء الله.